اهلا بكم مشاهدينا الكرام تقبل الله الصيام والقيام واهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم ليالي رمضان تعتبر العشر الاواخر من رمضان موسما من مواسم الطاعات وظرفا زمنيا مباركا خصه الله تعالى بالكثير من الخصائص وان كانت العباده في ايام هذا الشهر كلها فاضله ومضاعفه فإنها في ليالي العشر الأواخر أعظم فضلا سنتناول الليلة فضلية العشر الأواخر وإحياء هذه الليالي الفضيلة استضفنا لكم اليوم فضيلة الفقيه محمد عبد الله الشواف أهلا بك بداية سيد الفقيه ما هو فضل العشر الأواخر وما هي الأعمال المستحبة في هذه الليالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم والشكر له على ما اولانا من الفضل والكرم لا نحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه واصلي واسلم على من بعث رحمه للعالمين نبي الرحمه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين لك الحمد مولانا على كل نعمة ومن جملة النعماء قولي لك الحمد فلا حمد إلا أن تمن بنعمة تعاليت لا يقوى على حمدك العبد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في الحقيقة كما أشرت فإن هذه الليالي ليالي فاضلة. من شهر فاضل في زمان فاضل في امه فاضله لفضل نبيها صلوات ربي وسلامه عليه. فالله عز وجل اختارنا لان نكون من هذه الامه وكما قال القائل: ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا. فنحمد الله عز وجل اولا ان جعلنا من هذه الامه وثانيا يختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم نبيا وثالثا يحتاج المرء إلى أن يشكر نعمة بلوغ هذه الليالي فإن الإنسان لا يبلغها بقوته فكم من قوي مات قبلها لا يبلغها بعلمه فكم من عالم مات قبلها لا يبلغها إلا بتوفيق من الله فليقول المرء الحمد لله الذي بلغني هذه الليالي لأن النعمة تحتاج إلى الشكر والشكر نفسه يحتاج الى توفيق، فلا توفيق الا اذا وفق الله عز وجل الانسان للشكر، كما قال محمود الوراق عليه رحمه الله: اذا كان شكر نعمه الله نعمه علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر الا بفضله وان طالت الايام واتسع العمر، هذه الليالي اختارها الله عز وجل فجعلها افضل الليالي وتاجها لانها اواخر شهر رمضان. وشهر رمضان كما هو معلوم هو شهر الرحمات، شهر البركات، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لذلك اختار الله عز وجل هذا الشهر لأن ينزل فيه هذا القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو كلام الله كما هو معلوم، تولى الله عز وجل حفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جعل تلاوته بكل حرف عشر حسنات والحسنة بعشر أمثالها وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أعظم من يعلم قيمة هذه الليالي هو نبينا نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد قبل رمضان وانتبه الى هذا الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد قبل رمضان وكان اذا جاء رمضان يزيد اجتهاده ونحن نتساءل عن ذلك الاجتهاد الذي سيزيده النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو الذي كان يقوم قبل رمضان حتى تتفطر قدما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخيرة منه ما لا يجتهد في غيرها، ليبين لنا فضلها، بينه عمليا وبينه قولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه العشر إن أفضل هذه الليالي هي ليالي العشر هذه، لماذا؟ لأن فيها ليلة من أفضل الليالي ألا وهي ليلة القدر، لكن تعال بنا ننظر إلى أن أن النبي صلى الله عليه وسلم خير ما يحدثنا عن حاله في هذه الليالي وعن هديه هن زوجاته امهاتنا امهات المؤمنين ومنهم الصديقه بنت الصديق رضي الله عنها وارضاها عائشه ماذا تقول؟ تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر ايقظ اهله وشد مئزره <applause> وأحيا ليله صلوات ربي وسلامه عليه نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم هذه الليالي ويجتهد في هذه الليالي ما لا يجتهد في غيرها وهو بأبيه وأمي الذي كان يجتهد قبل رمضان حتى تتعجب أم المؤمنين فتقول يا رسول الله بأبي أنت وأمي أتفعل هذا وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر لأن قدميه الشريفتين وكله شريف صلوات ربي وسلامه عليه كانتا تتفطر من شده عباده النبي صلى الله عليه وسلم ومن شده تهجده وقيامه لليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم هذا ولا بد ان ننتبه لهذا الامر، النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد قبل رمضان ويضاعف الاجتهاد في رمضان مع انه معصوم من الذنوب، اما نحن فاننا مذنبون وهذه رساله ان نكثر نحن الاجتهاد في العباده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألتهم المؤمنين قائلة يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر أجابها إجابة حق لها أن تكتب بماء الذهب على صفحات القلوب قال فلا أكون عبدا شكورا لما لا نكون نحن أيضا لأننا أمة الشاكر الأمين الصادق الأمين لما لا نكون شاكرين فإذا أردنا أن نشكر الله عز وجل فعلينا أن نعلم أن الشكر منه أقوال ومنه أفعال لذلك الله عز وجل يخاطب آل داود فيقول اعملوا آل داود شكرا وهذا الذي يندرج فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشكر يكون بالعبادة يكون بتوظيف هذه النعمة فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى لذلك عرف العلماء الشكر فقالوا الشكر صرف العبد ما اولاه مولاه من نعماه في رضاه فلما لا نكون شاكرين في هذه الليالي عندما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يكفينا فخرا يكفينا اي شيء من العظمه اننا نقتدي ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان الشاعر يقول تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاحوا، فما بالك بالاقتداء وبالتشبه بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه، فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ اهله، وهنا نتسال من منا ذلك الرجل في بيته الذي وقد مرت بعض الليالي من هذه من هذه العشر، من منا ذاك الذي ايقظ اهله؟ من منا ذاك الذي امر زوجته ان تقوم وراءه الليل من منا ذاك الذي اجتهد ما لا يجتهد في غيرها والحق والغريب اننا نعكس الامر فبعضنا يبدا في العشر الاولى من رمضان يجتهد ثم يضعف ذلك الاجتهاد في الوسطى ثم يضعف ايما ضعف في الاخير في العشر الاخيره وهذا عكس منهج النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجتهد في العشر الاولى ثم يجتهد في العصر الوسطى ثم يضاعف ذلك الاجتهاد لماذا؟ لأن أهل العلم قالوا إن الخيل عندما تستبق فيكون اخر لمضمار هو اقوى ذلك السباق، فهذا الذي كان عليه عباد هذه الامه، فكانوا يجتهدون في العباده في العشر الاواخر ما لا يجتهدون في غيرها، فكانوا يحيون ليله والنبي صلى الله عليه وسلم قبل رمضان بين سنته، فقال اما انا عندما جاءه اولئك النفر قال بعضهم إنه يقوم الليل كله ولا ينام نعم. فقال الآخر إنه يعتزل النساء فلا يتزوج وقال الثالث ما قال ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الثالث قال إنه يصوم ولا يفطر فلما بلغت مقالتهم النبي صلى الله لما بلغت مقالتهم النبي صلى الله عليه وسلم غضب صلوات ربي وسلامه عليه فقال أما أنا فإني أصوم وأفطر و أتزوج النساء وأنام وأصلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني إلا أنه كان إذا وهذا يلاحظ كما قالت أم المؤمنين كان إذا بلغ العشر اعتزل أهله كما جاء في الحديث هذا هو الذي فسر به العلماء أن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي قضى أهله وشد مئزره شد مئزره قال العلماء كناية عن اعتزاله للنساء بل إنه كان يعتكف لماذا يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف لأن هذا العمل الذي سيقوم به هو عمل قوي هو اتصال بالله عز وجل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متصلا بالله عز وجل دائما وكان ذاك ديدنه وبين لنا أن هذه الليالي العمل فيها أفضل من العمل في غيرها كما أن المتأمل يتأمل أن هذه الليالي هي من ضمن رمضان، ورمضان شهر كريم، <applause> عفوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعطاه فيه خصالا لم يعطها لغيره، هذه الخصال من تعرف عليها فإنه حري به أن يقوم ليالي هذا الشهر وأن يصوم رمضان وأن يصونه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ والحديث رواه الإمام أحمد يقول: أعطيت أمتي خمس خصال لم تعطهن في رمضان طبعا، لم تعطهن أمة قبلها ألوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله تعالى جنته كل يوم، ويقول يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى، وتصفد فيه الشياطين، فلا يقدرون على عمل كانوا يقدرون قبله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والخامسة من هذه الخصال وما أدراكم ما الخامسة يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه والخامسة أن الله يغفر لهم في آخر ليلة منه نعم. قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله صلى الله سبحانه وتعالى نعم يوفقنا وإياكم نعم الفقيه يقول نعم. الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر إلى آخر الآية نعم. فماذا عن فضل ليلة القدر وما هو تعريف ليلة القدر؟ نعم. بارك الله فيك، سؤال جيد ونحن نحتاجه في هذه الفترة، لأن هذه الليالي إذا كانت هي تاجاً لرمضان، فإن لها تاجاً هي الأخرى وهو ليلة القدر، والله وهي ليلة القدر ليلة القدر هي تاج هذه الليالي، لماذا صارت تاجاً؟ الله عز وجل يفضل بعض الأزمنة على بعض، ويفضل بعض الناس على بعض، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس. ويصطفي بعض الازمنه على بعض وافضل هذه الازمنه على الاطلاق هو ما اختاره الله عز وجل لان ينزل فيه اعظم كتاب الا وهو القران كما قرات سوره القدر انا انزلناه في ليله القدر، اولا الضمير هنا يرجع الى ماذا؟ يرجع الى القران مع انه غير مذكور لكنه ذكر في ايات اخرى وهذا يسميه علماء علوم القران بتناسب السور. فإذا كان الله عز وجل قد أخبرنا في سورة العلق أن القرآن انزل فيها فإن بداية السورة التي تليها فيها ضمير يرجع إلى ذلك إذا كان الله عز وجل يخاطب نبيه فيقول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بقلم علم الإنسان ما لم يعلم تأتي الصورة التي بعدها وهذا دليل على أن هذا الكتاب هو محكم لأنه منزل من الحكيم لأن الله عز وجل هو الذي تولى حفظه كما أشرت آنفا إنا أنزلناه أي القرآن فيما لا في ماذا في ليلة القدر أخبرنا هنا أنه أنزله في ليلة القدر لكنه سماها في آية أخرى أنها ليلة مباركة فقال في بداية سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، وهذا إشارة إلى بعض الأمور المتعلقة بليلة القدر كما أشرت ليلة القدر لم سميت بهذا الاسم قيل قال بعض العلماء سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأن الأرض تضيق بنزول الملائكة ولا شك أن الملائكة تنزل كما أخبر الله عز وجل أنهم ينزلون في هذه الليلة فتضيق الأرض بهؤلاء الملائكة لعظم هذه الليلة هذا قول لبعض العلماء قال بعضهم بل سميت ليلة القدر لأن الله عز وجل يقدر فيها الأشياء وهذا الذي يفسره تفسره الآية الأخرى وأنت تعلمين أن القرآن يفسر بعضه بعضا كما قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم قال بعض العلماء ومنه الإمام محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله فهم هذه الآية وقال متشابها معناه يشبه بعضه بعضا أي يفسر بعضه بعضا فأتى بكتابه أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن وهذا الذي نلاحظه هنا الله هنا يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر ويبين هناك المزايا التي كانت في ليله القدر فيقول انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل من الحكيم قال المفسرون وعلى راسهم ابن عباس الذي استفاد التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم بل من بركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه دعا له فقال اللهم فقهه في الدين فكان حبر الأمة وكان تاج هذه الأمة من ناحية التفسير ماذا يقول؟ يقول إنا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يقول إن الله عز وجل يكتب الاشياء كلها والمقادير التي ستكون في هذه السنه يكتبها في ليله القدر لذلك جلستنا هذه وهذه الكلمات وهذه العبادات التي نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم آه. وحسنات المشاهدين وحسنات القائمين كل ذلك قد كتب ليلة القدر حتى الحجاج أسأل الله أن يكتبنا وإياكم الحجاج هذه السنة يكتبون في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم من هنا جاء جاءت تسميتها كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر الصورة كما أشرت هي ليلة مباركة كما أشرت هناك لكن القرآن الكريم أخبرنا هنا أنها وما أدراك ما ليلة القدر قال المفسرون إن القرآن فيه وما أدراك وفيه ما يدريك قال العلماء كل لفظ فيه وما أدراك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفه أما اللفظ الذي فيه وما يدريك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه كما قال الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة هنا ماذا قال الله عز وجل قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر خير من ألف شهر أكثر من أربعة وثمانين سنة عبادتها في سنة واحدة تأملي معي أن الليلة في الثالثه والعشرين من رمضان وقد تكون ليله القدر من وفق للعباده فيها وهنا نتساءل ونسال المشاهدين وقال بانها يمكن ان تكون في احدى الليالي الوتريه نعم م. وهذه احدى الليالي الوتريه اللي هي ليله 23 فاحتمال ان تكون قد مضت والاحتمال ان تكون في الثالثه والعشرين م. والاحتمال ان تكون في الخامسه والعشرين. والاحتمال ان تكون في السابعه والعشرين والاحتمال ان تكون في التاسعه والعشرين كل ذلك احتمالات لكن لنا يعني المت... ان الليالي الوتريه تبدا من يوم واحد وعشرين من يوم واحد وعشرين احسنت نعم هو كذلك لكن أن نتساءل لماذا لم يخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الليله ويأمره بأن يخبرنا بها؟ لو كان ذلك كذلك فلو عرفنا وعلم الناس أن ليله القدر هي الليله الفلانيه لتكاسل كثير من الناس، فعلا. لأن هذه الليله العباده فيها تضاعف فتصل تصل كما قال الله سبحانه وتعالى آه ليلة انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من, من البشر خير من البشر معناه عبادتها كذلك قال بعض المفسرين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر عن اعمار امته ان اعمار امته بين الستين والسبعين, بين والسبعين والمئة كان وعلم اعمار الامم السابقه ويخبرنا القران عن بعض تلك الاعمار بل يخبرنا عن فتره واحده من فترات هذه الاعمار وهي فتره بقاء نوح في قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما لما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا كأنه تقاصر أعمار أمته لكن أمته هي أفضل الأمم أمته هي أعظم الأمم أمته هي أمة أفضل, أفضل الأنبياء أعطانا الله أعطانا الله عز وجل هذه الميزة أن من وفق لهذه الليلة وجاءت العبادة منه فيها فإن الله عز وجل سينعم عليه بان يجعل عبادته مضاعفه كأنها أربعة وثمانون سنة وتأملي معي كل واحد يرجو أن يطيل الله عمره لو أن الواحد منا أعطاه الله من العمر تسعين أو ثمانين ووفقه لقيام ليلة القدر في كل رمضان أتاه كيف سيحصل على ذلك؟ سيحصل على كثير من الخير وكثير من الفضل يبالغ المرء في البحث عنها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يبحث عنها كما قال أهل السير قالوا إنه قد اعتكف في العشر الاولى من رمضان بحثا عن هذه الليله ثم اعتكف في العشر الوسطى من رمضان بحثا عن هذه الليله ثم اخبره الله عز وجل ان هذه الليله هي في الليالي الاخيره من رمضان فقال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل عشر من رمضان اعتكافا في المسجد كما هو معروف الاعتكاف لا يكون كما قال العلماء الا في المسجد يفعل هذا لماذا لبحثه عن هذه الليله هي ليله يستجاب فيها الدعاء كما قال العلماء هي ليله يكفيها ان الله وصفها بأنها مباركه والنبي صلى الله عليه وسلم بين اهميه احيائها خصوصا لانه اخبرنا عن فضل احياء رمضان عموما فقال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له, له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وخص هذه الليله بخص بما يخصها فقال من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم لكن نعم, نعم سياده الفقيه سنبقى الان مع الفقره الاولى من هذا البرنامج وهي الفقره الصحيه ونعود لتكمله النقاش والحديث ان شاء الله من المعلوم على أن الجهاز الهضمي هو من أكبر أجهزة الجسم الداخلية وله عدة وظائف يقوم بها أولا هو يتكون من قناة هضمية منها المري، المعدة، الأمعاء الغليظة، الأمعاء الدقيقة وكذلك هناك غدد تابعة للجهاز الهضمي لها أدوار مهمة تقوم بها على مستوى عملية الهضم اللي هي الدور الأساسي للجهاز الهضمي منها الكبد ومنها البنكرياس. إذا هذا الجهاز هو يعتبر من معلوم أن الصوم في حد ذاته يعتبر راحة سنوية بيولوجية بالنسبة له. آه هذا الشهر اللي يمضي آه الإنسان آه آه ما مثلا ما كال والله مثلا كال أوقات محدودة بالمقارنة مع الأشهر الأخرى من السنة يعتبر بالنسبة للجهاز الهضمي فرصة آه مهمة وراحة بيولوجية. سنويه تمكنوا من من تصليح ان صح التعبير العطاء الداخلي اللي تعود على مستوى الجهاز الهضمي تجديد طبقاته الداخليه ترتيب اوراقه الداخليه الى جهاز التعبير وبالتالي هي فرصه مهمه للجهاز الهضمي لكي يخرج من بعد الصوم اكثر حيويه اكثر قدره على اداء وظائفه الاساسيه اللي منها بطبيعه الحال هضم الاطعمه وتمكين الجسم الاستفادة منها بشكل المطلوب الجيد بعد ذلك طبيعة الحال على إن النصائح الأساسية اللي يمكن أن للسادة المشاهدين في عشالة هي على أولاً يجب أن أعتبروا أن فترة الصيام ولا فترة شهر رمضان ليس شهر أكل لأن المشكلة الأساسية اللي تقع على الناس تحاول تعوض ذاك النقص اللي يخلق والله قلت الطعام قلت أكل الطعام والشرب في النهار تحاول تعوضه في الليل وهذا يخلق مشاكل. النصائح الأساسية أن حد يحاول ما أمكنه على تقليل من الأطعمة الدسمة والمالحة أساساً هذه من النصائح الأساسية والتقليل كذلك من اللحوم أكل اللحوم لأن إحنا أساساً مضوا السنة كاملة أساساً طعام معظم ولا اللحم ما دام الفترة اللي هي فرصة على التقليل من اللحوم والإكثار بالمقابل من الأطعمة المليئة بالألياف كالخضروات، الخضروات كالأمور الأمور كاملة اللي اللي الفروي اللي الفواكه الجسم على إنه لأنها أكثر فايدة على الجسم وتمكنه في نفس الوقت من تعويض ذاك النقص الحاصل في السوائل. طبيعة الحال من شرب الماء، اكثر السوائل. طبيعة الحال ممارسه الرياضه مطلوبه ومهمه ومن اهم الاشياء اللي ينصح بها في رمضان. بالامكان ممارسه الرياضه هنا الصيام كما انه يمكن ممارستها في الليل. بكم مشاهدينا من جديد ونشكر الدكتور على هذه النصائح الصحيه نعود لك سياده الفقيه يقول صلى الله عليه وسلم عن ليله القدر التمسوها في العشر الاواخر من رمضان كيف نستطيع تحديد ليله من ليالي العشر بعينها في ضوء الاحاديث الوارده في ذلك وما هي علامات ليله القدر بارك الله فيك بالنسبة لهذه الليلة المباركة التي أخبرنا الله عز وجل كما ذكرنا أنه اختارها لأن ينزل فيها القرآن كما قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر كل مؤمن تشتاق نفسه أن يعرف ما هذه من أين هذه الليلة ليقوم بهذه العبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أريها وكان يريد أن يخبر النبي الصحابة الكرام وكلهم كرام رضي الله عنهما أرضاه في بعض الأحاديث أنه قال أنه أنسيها ولكن في ذلك حكم من حكم الله عز وجل أن هذه الليلة أخفاها الله عز وجل كما أخفى عنا صلاة الوسطى التي أمرنا بها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أخفاها كما أخفى أولياءه في خلقه ولذلك العلماء قالوا إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث أخفى رضاه في طاعته لا احد الان منا ولا من المشاهدين الكرام وكلهم كرام باذن الله تعالى لا احد منا يعرف ما هو العمل الذي سيدخله الجنه اخفى الله عز وجل رضاه في عمله ولذلك قال العلماء على المرء ان لا يحتقر اي عمل من اعمال من الاعمال الاخرويه، حتى ولو كان تبسمك في وجه اخيك فانه صدق قد يكون سببا لدخولك الجنه. واخفى غضبه ايضا في معصيته، فلا تحتقرن من معصيه الله اي شيء، لا تنظر الى معصيه، بعضهم يقول هذه معصيه صغيره وهذه معصيه اكبر منها طبعا، لكن لا تنظر الى معصيه وانظر الى من تعصي، لذلك قال العلماء ان الله اخفى غضبه ايضا في معصيته. وأخفى أولياءه الصالحين في خلقه فالآن لا أحد يعرف من هو الصالح الولي ومن هو التقي النقي لا أحد يعرف ذلك أي من الذي يعرفه يعرفه الله عز وجل وحده لذلك لما تكلم العلماء عن مسألة ليلة القدر قالوا ان الله اخفاها ليجتهد المجتهد ولكن دعينا نتساءل نقول مثلا لو ان احدا يريد ان يقوم ليله القدر فعليه ان يقوم ليالي رمضان كامله فانه سيصادفها يقوم الليالي العشر كامل الليالي العشر يقوم فيها كامله فانه يكون باذن ذلك قد صادف ليله القدر بدون شك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسها في العشر الاواخر وقال التمسها في الاوتار منه فعلى المرء ان يبالغ في هذه الليالي كلها يكثر من العباده، يكثر من البحث عن هذه الليله المباركه ويعلم ان الله عز وجل ان علم من قلبه خيرا فانه سيعطيه خيرا كما قال الله عز وجل ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وهذا اشاره مهمه الى مساله فقه القلوب، لان الناس تجتهد وعليها ان تجتهد في العبادات الظاهره، لكن ايضا عليها بالمقابل أن تجتهد في العبادات الباطنة نعم ما هو أفضل دعاء يمكن أن يدعو به من يريد إحياء هذه الليلة ليلة القدر هذا سؤال مهم وفيه أيضا إشارة إلى ما كنا فيه وهو العبادات التي تكون في هذه الليلة أم المؤمنين سألت كما سألت آنفا قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أنها ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني لو وقفنا هنا لتأملنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الصحابة عن أحب الناس إليه قال ما من النساء ف أم المؤمنين الصديقة مع أنه أيضا كان يحب خديجة حبا خاصة رضي الله عنها وأرضاها مع ذلك لما سألته هنا هذا السؤال أرشدها إلى أعظم شيء قال قولي اللهم عفوا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أبواني. ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا اعظم من من غفران الذنوب لارشد اليه الصديقه بنت الصديق ولذلك لما ساله ابوها ايضا الصديق ماذا قال؟ قال يا رسول الله ماذا اقول في سجودي؟ قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي وارحمني أو فاغفر لي وارحمني رحمة تغنني بها عمن سواك وهذا فيه إشارة إلى أن مسألة الذنوب هي أعظم شيء لماذا مسألة الذنوب هي أعظم شيء لأن كثيرا منا ولله الحمد الآن يعرف أو سمع بقيمة هذه الليالي الليالي العشر لكن إذا سألنا عن الليالي التي مضت من منا ذاك الذي وفق لقيامها وفق للتهجد فيها قليل كما قال الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. قد يقول قائل ما المانع الذي منعني من ان اقوم الليل؟ انا علمت ان هذه الليالي ليالي مباركه. نقول ان الذي منعك هي الذنوب والمعاصي هي التي منعتك، ولذلك جاء رجل الى امير المؤمنين علي رضي الله عنه وقال يا امير المؤمنين اني كل ليله اعد وضوئي واريد ان اقوم الليله، وهنا ننبه الى مساله ذكرها العلماء اللغويون. وهي الفرق بين الوضوء والوضوء الصحابي هنا يقول يا امير المؤمنين اني في كل ليله اعد وضوئي الوضوء بالفتح هو ما يتوضا به اما الوضوء بالضم فهو الفعل ولذلك قال العلماء ما ماء الوضوء جاء بفتح او بضم للماء او للفعل عن كل وسم لكن ما المعروف ان الفعل جاء بالضم والماء بفتح درجه ومثلها ايضا مساله السحور فان السحور بالفتح هو ما يتسحر به اما السحور بالضم فهو الاكله التي تؤكل هذا الصحابي يسال امير المؤمنين ماذا قال له؟ قال انا في كل ليله قبل النوم أعد ما أتوضأ به لأني أريد أن يوفقني الله ليقوم الليل لكني لا أقوم إلا عند صلاة الفجر ماذا قال؟ قال أنت رجل أوبقتك كذنوبك فالذنوب والمعاصي هي التي تمنع إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم على شكر الإله فإن الإله سريع النقم نعم. سنبقى الآن مع الفقرة الثانية من هذا البرنامج برنامج ليالي رمضان وهي فقرة من التراث ونعود a libya عبارة عن كيس أو حقيبة لحفظ الحبوب بمختلف أشكالها التي تستعمل في قوت اليوم، تصنع الظبية من جلود الأغنام بها فتحة أفقية يتم من خلالها إدخال وإخراج الحبوب، كما يتم ربطها بإحكام بواسطة حبل من الجلود صنع لهذا الغرض، قلما تكون مزخرفة وإنما تكون عادة مصبوغة بلون موحد وتوضع على الجمل كدعامه للراحله في فتره الترحال وهي من اساسيات الخيمه التي لا يمكن الاستغناء عنها. شكرا للزميله قويه على اعداد هذا العنصر من فقره من التراث نعود لكم سياده الفقي آه ورد في السنه السنه آه النبويه آه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف آه في العشر الاواخر من رمضان، لو اعطيتمونا نبذه عن الاعتكاف. آه هذا امر ايضا مهم وهو من ضمن آه العبادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز عليها في هذه العشر. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في العصر الأواخر يعتكف ولم يترك ذلك الاعتكاف بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه الاعتكاف كما قال خليل رحمه الله تعالى الاعتكاف نافلة علق الشراح وقالوا نافله معناه مستحب ليس بواجب ولكن له شان عظيم، لماذا؟ لان صاحبه سيعتكف وهنا نحتاج الى ان نمر بتعريف الاعتكاف، والاعتكاف كما قال الفقهاء هو لزوم المسجد، معناه انه لا بد ان يكون اولا في المسجد ولابد ان يكون صاحبه صائما، فغير الصائم لا يمكن ان يكون معتكفا. والصائم الذي يعتكف في بيته لا يسمى معتكفا، اذا من هو المعتكف؟ والمعتكف هو الذي يلزم المسجد. الذي يلزم المسجد تترتب عليه بعض الاحكام منها ما نواه، ما الذي نواه ذلك المعتكف؟ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل وينوي العشره كامله، قد يقول قائل انا لا استطيع ان اعتكف في الليالي كلها، نقول عليك ان تعتكف على الاقل في بعض هذه الليالي، في الاوتار مثلا استطعت. اذا لم تستطع على الاقل اعتكف ليله من الليالي ومن اعتكف ليله لا بد ان يعتكف ليله ويومها ولذلك المعتكف تشرع له بعض الأعمال وأفضلها الاشتغال بذكر الله عز وجل وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به بأبيه وأمه فقد كان في الاعتكاف يكثر من القرآن الكريم ومن الأذكار وأرشد الصحابة الكرام وكلهم كرام إلى ذلك أرشدهم إلى أن المعتكف يقوم بهذه الأعمال التي تتعلق بالذكر فقط، فلا يشتغل مثلا بعمل ولا يشتغل بشيء، لماذا؟ لأن الذكر هو الصلة بين العبد وبين الله عز وجل، وكما قال الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأدرا عظيما، وكما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلك الصحابي يسأله قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، والذي يوفق لذكر الله هو الموفق الذي وفقه الله عز وجل، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، فالمعتكف لماذا يفضل غيره؟ لانه منشغل فجميع اوقاته مشغوله فيما يتعلق بما يرضي الله، اما تلاوه لكلام الله واما صلاه وإما دعاء وهذا يرشدنا إلى أفضل هذه العبادات في هذه الليالي ومنها الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشدهم المؤمنين إلى الدعاء بين أن بين في أحاديث أخر أن الدعاء عبادة لأن بعض الناس لا يفهم الدعاء على حقيقته يظن مثلا أن الدعاء فقط هو لحاجة الإنسان هو ذاك شيء منه الدعاء هو طلب حاجتك من القادر المقتدر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الكريم المنان الرؤوف الرحيم الرحمن طلب منا بل امرنا ان ندعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء عباده، فكما قال الله ثم قرا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولذلك لما قال اعرابي آه الى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اقريب ربنا فنناديه أن بعيد ربنا فننادي قال له أن انزل الله قوله تعالى: "إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان"، وتخيلي وليتخيل المستمع أن الله الكريم المنان هو الذي دعاك أن تدعوه، أن تدعوه وتطلب منه جميع حاجاتك الدنيوية والأخروية، مع أنك إذا رفعت يديك إلى الله ترجو أي شيء، لا بد أن تكون واثقاً أن الله سيعطيك ذلك الشيء، لأنه كريم. ولانه قادر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا الى بعض اداب الدعاء في الاعتكاف وفي غيره فيقول صلوات ربي وسلامه عليه ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه فبدل ان يعلق الانسان قلبه بغير الله فعليه ان يعلق قلبه بالله كما قال الشاعر لا تسالن بني ادم حاجه وسل الذي ابوابه لا تحجب فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ورد في سورة الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة إلى آخر الآية فهل هذه الليلة المباركة ليلة القدر أم أنها ليلة النصف من شعبان نعم أحسنت لأن هذا خلط يقع فيه بعض الناس فيظن أن هذه الليلة المباركة التي أخبرنا الله عز وجل عنها أنه قدر فيها الأشياء كما قال إن والكتاب المبين حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم طبعا الجمهور جمهور العلماء على أن المراد بهذه الليلة هي ليلة القدر ومن الأدلة على ذلك سياق الآية نفسها لا أحد يدعي أن الله عز وجل أنزل القرآن في ليلة نصف من شعبان إلا بعض الأمور التي غير راجحة بل الراجح عند العلماء أن الله عز وجل أنزل القرآن في ليلة القدر كما قال إنا أنزلناه في ليلة, في ليلة القدر, القدر ومعلوم أن ليلة القدر هي التي فسر بها المفسرون أنها الليلة المباركة وهي التي يقدر الله عز وجل فيها الاشياء، ولذلك كما اشرت ان مساله تسميه ليله القدر قيل في سبب تسميتها انها سميت بذلك لان الله يقدر فيها الاشياء، اما كونها ليله النصف من شعبان هي ليله فاضله ولكنها لا تبلغ هذه الدرجه لان هذه الدرجه لا يبلغها من الليالي الا ليله القدر فعبادتها كما قال الله عز وجل انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر، وهنا ايضا مساله مهمه وهي ان بعض الناس يتوهم وهذا طبعا توهم ان هذه الليله المباركه يتنزل فيها الجن او الشياطين وهذا غير صحيح لان الشياطين صفدت في جميع رمضان ولم تصفد الى تاريخي ليله القدر بل بل ان انها مصفده في جميع رمضان هذا اولا، ثانيا الله عز وجل يصف هذه الليله بانها ليله مباركه، ويصفها بانها تتنزل فيها الملائكه، والملائكه اجسام نورانيه، خلقهم الله عز وجل لعبادته وتنفيذ اوامره، لا ياكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتغوطون، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون، فهي ليله مباركه تتنزل فيها الرحمات وتتنزل فيها السكينه فلا بد للمرء ان يستشعر ذلك وكل كلما استشعر المرء ذلك في قلبه عانه الله عز وجل على استجابه الدعاء فيها وعلى العباده فيها نسأل الله ان يوفقنا واياكم لذلك ما هي العبادات المستحبه في هذه العشر الاواخر نعم هو العبادات مستحبه في جميع الاوقات ولكن بعض الاوقات يكون تكون العباده افضل من غيرها وهذا الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وارشد اليه الصحابة ان هذه الليالي قد لا تعود لانها فرصه فعلى المرء ان يكثر من العباده فيها واعظم عباده فيها هي قيام الليل الذي يسمى بالتراويح ثم ايضا التهجد فالمرء عليه ان يبالغ في حضور اولا صلاه التراويح لانه لا يدري أي يصل به المطاف الى والحياه الى وقت التهجد، ثم عليه ايضا ثانيا ان يصلي التهجد، والتهجد نعمه من الله عز وجل انعم بها على هؤلاء العباد، لذلك الصالحون كانوا لا يتركون هذا التهجد، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه، فالايات التي تتحدث عن التهجد كثيره، منها مثلا قوله تعالى: مخاطبا النبي هو صلوات ربي وسلامه عليه ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليله هذا فيه دعوه لنا ان نتهجد كما قال الله سبحانه وتعالى واصفا المتهجدين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون لكن هذه الايه التي تلي هذه الايه هي بشاره للمتهجدين كما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون قال العلماء هذا الجزاء لا يعلمه الا الله عز وجل كما قال هنا وعندما سئل احد العلماء قيل له لماذا اهل قيام الليل هم اكثر الناس بياضا في الوجوه قال لانهم خلوا بالله عز وجل فكساهم من نوره يتخيل المرء أنه واقف بين يدي الله عز وجل يناديه ينادي يقول يا ربي يرفع يديه إلى الله ينادي الله عز وجل يقرأ كلام الله يتلذذ بكلام الله يقرأ مثلا قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فيسأل نفسه هل لان جلدي هل اقشعر جلدي هل لان قلبي من أجل القرآن الكريم إذا كان الجواب نعم فقل الحمد لله اذا كان الجواب لا فتب الى الله لان الله اخبرنا ان الذين لا يتدبرون هذا القران هم الذين طبع الله على قلوبهم كما قال سبحانه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله فافضل العبادات في هذه الليالي ان نكثر من, تلاو من تلاوه كلام الله عز وجل ان نكثر من تدبر كلام الله عز وجل ان نعلم ان نبينا وهو من هو صلوات ربي وسلامه عليه استأذن من أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها بنت الصديق فقال يا عائشة ذريني أتعبد الله وهذه رسالة إلى كل صاحب أسرة أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يستأذن من زوجته من أجل العبادة فيقول يا عائشة ذريني أتعبد لله أتعبد الله عز وجل فتقول له أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها يا رسول الله والله إني لو حبك وأحب قربك وأحب ما يسرك فتأذن له رضي الله عنها وأرضاها فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يتدبره فبينما هو كذلك يسال دموعه الشريفة وكله شريف صلوات ربي وسلامه عليه حتى بلت الدموع لحيته الشريفة وتسيل الدموع حتى تبلغ حجره الشريف وكله شريف صلوات ربي وسلامه عليه فتسأله أم المؤمنين عندما سمعت بكاه فتقول يا رسول الله ما لك ويسأله بلال فيقول يا عائشة ان الله انزل علي الليلة او يقول انزلت علي الليلة ايات ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن هن قول الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الى اخر الايات نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يتدبرون كلام الله مشاهدينا سنبقى الآن مع الفقرة الأخيرة من هذا البرنامج هدية ليالي رمضان ونعود أهدي هذا النص الشعري إلى المشاهدين مشاهدي قناة الموريتانية في المديح النبوي وهو بعنوان صورة طيبة نور الورى إني بمدحك أطلب صلاح جميع الحال في ذاك أرغب وأرغب في رؤياك في النوم دائما ويوم التنادي منك جدا مقرب شفاعتك العظمى ألوذ بظلها وحوضك منه العذب أروى وأشرب وإني لمشتاق لزورة طيبة أواجه فيها روضة أتطيب وكعبة بيت الله أشتاق حجها وبين بلاد الخير آتي وأذهب فأصلح إلهي حالنا بمحمد وعترته الغرى ومن كان يصحب صلاحا لدنيانا وعونا وحكمة وجنة رضوان بها نترحب ولا نختشي عند الممات مرارة ولا البرسخ الغيبي حين نغيب أحمد هذا أحمد متوسلا بمدحك والأشواد بالمدح تطلب. أَنُورَ الْوَرَاءِ إني بمدحك أطلب صلاح جميع الحال في ذاك أرغب وأرغب في رؤياك في النوم دائما ويوم التنادي منك جدا مقرب شفاعتك العظمى ألوذ بظلها وحوضك منه العذب أروى وأشرب وإني لمشتاق لزورة طيبة أواجه فيها روضة أتطيب وكعبة بيت الله أشتاق حجها وبين بلاد الخير آتي وأذهب فأصلح إلهي حالنا بمحمد وعترته الغرى ومن كان يصحب صلاحا لدنيانا وعونا وحكمه وجنه رضوان بها نترحب ولا نختشي عند الممات مراره ولا البرزخ الغيبي حين نغيب احمد هذا احمد متوسل بمدحك والاجواد بالمدح تطلب. بكم مشاهدينا من جديد ونشكر الشاعر احمد ولكاه على مدح خير الورى من خلال هدية ليالي رمضان في الختام سيادة الفقيه ما هي النصائح التي تود توجيهها للمشاهدين فيما يخص موضوعنا الليلة فضلية العشر الأواخر نعم بالنسبة لهذه العشر لا بد للمرء أن يعلم أن رمضان لا ينتهي إلا بغروب شمس آخر يوم منهم لكن تلك الليلة أيضا لا بد للمرء للصائم وغير الصائم من المسلمين أن يتساءل هل هو من المقبولين في هذا الشهر أم أنه نسأل الله السلامة والعافية من غير المقبولين هذا السؤال لا يستطيع أحد أن يجيب عليه الإجابة عند الله عز وجل فهنيئا للصائمين الذين يقبل الله عز وجل منهم هذه العبادات ونسأل الله السلامة والعافية أولئك الذين جاءت عليهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة ثلاثة ثلاثا من قول النبي صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين. فقالوا يا رسول الله لما تقول هذا؟ قال جاءني جبريل وقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له ابعده الله فقل امين فقلت امين. ثم قال يا محمد من ادرك والديه او احدهما فلم يدخلاه الجنه فابعده الله فقل امين فقلت امين. والثالثه قال يا محمد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فابعده الله فقل امين قال فقلت امين. وبما ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم نعمه من نعم الله ايضا فلعلنا نختم هذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه به هند بن ابي سلمة، وهند بن ابي سلمة هذا هو كان ابنا لامنا خديجة رضي الله عنها قبل ان يتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الحسن بن علي يسأله فقال يا خالي صف لي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره الشريف شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحوادب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، بادن متماسك، صلوات ربي وسلامه عليه... عليه الصلاة والسلام أه نسال الله ان نكون من عتاق هذا الشهر وان يتقبل الله منا صالح الاعمال ومن المشاهدين الاكارم نشكر باسمكم مشاهدينا سياده الفقيه محمد عبد الله الشواب و ونشكر فريق العمل وان ان يضمنا واياكم لقاء اخر هذه تحياتنا في امان الله